النهارده هنعمل الفطير المشلتت الفلاحي المصري الاصلي او الاصيل بطريقه مبسطه جدا وبدون فرن في المقلاه، بمكونات بسيطه جدا متوفره كلها في البيت. مفيش اي مكونات صعبه في الفطير المشلتت بتاعنا، مكوناته كلها سهله، اي حد ممكن يعمل الوصفه دي، المبتدئين المغتربين اللي مسافرين بره اللي نفسهم بتروح للفطير المشلتت وبيستصعبوا ان هم يعملوه، وطريقه فرد الرقات بتاعته الطريقه دي هتبقى سهله جدا، مش هياخد مننا اكتر من نص ساعه ويكون جاهز على طول. انا متاكده ان ناس كتير بعد الفيديو ده هتقوم تعمله وتفطر بيه او تتغدى بيه حتى. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي ناديه، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. المكونات بتاعه الفطير بتاعتنا بسيطه جدا، دقيق ميه زيت ملح بس، مفيش اي حاجه خالص في المكونات بتاعته. هنحتاج 3 كوبايات وربع من الدقيق العادي، وعليهم نص معلقه صغيره من الملح، ربع كوبايه من الزيت، وهنحتاج من كوبايه لكوبايه وربع من الميه على حسب نوع الدقيق زي ما احنا متعودين. مش هنحط الميه كلها مره واحده، هنحط الميه واحده واحده، يعني نحط الميه نص كوبايه نص كوبايه في ربع كوبايه، ونقلب ونشوف الدقيق هيحتاج الكوبايه وربع كلهم ولا ممكن يحتاج اقل من كده. انا احتجت الكوبايه وربع كلهم، دي بتاعي يعني شرب الكميه كلها من الميه، وهنقلب لحد لما نحس ان العجينه كده اتلمت وممكن انها تتعجن بالايد، ونبتدي بقى نلمها ونعجنها بايدينا. طلعتها بره وهعجنها لمده دقيقه دقيقتين بالكتير، مفيش فيها عجن ولا حاجه، بس انها تتلم وتنعم معانا زي ما انتم شايفين كده. هغطيها واسيبها عشان خاطر ترتاح 5 دقائق او 10 دقائق بالكتير، وبعد كده بفردها على سطح مرشوش بالدقيق، بديها رشه دقيق، وابتدي ان انا افردها بالنشابه على شكل مستطيل على قد ما تقدروا. كل ما كانت يعني الطبقه رفيعه، كل ما كانت الرقات جوه الفطاير ارفع. وبعد كده هنحتاج كوبايه من الزبده، الزبده تكون طريه خالص زي ما انتم شايفين كده، يعني مش سايحه ميه ولكن طريه، يعني نقدر احنا نفردها بسهوله من غير ما نقطع العجينه ولا نبهدلها. وهنفرد الزبده زي ما انتم شايفين كده اهوت، وبعد كده هنلف العجينه زي السينامون رولز كده او زي عجينه السينامون، من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال كده لحد لما تتلف معانا. ودلوقتي هنقسم بقى العجينة على حسب عدد الفطاير اللي انتوا عايزينها، يعني دي تعمل 4-5 فطاير كبار، ممكن تعمل مثلا 6 فطاير صغيرة او 7 فطاير صغيرة. وهندهنها بالزيت من الجنبين، وبعد كده هندخلها التلاجة او الفريزر لمدة تقريبا 10 دقايق او ربع ساعة، بس علشان خاطر الزبدة اللي جوه تمسك نفسها وما تطلعش بره وتبهدل الدنيا، بس علشان خاطر درجة حرارة ايدينا بعد كده واحنا بنشتغل هتنزل من حرارة الزبدة اكتر، فممكن تطلع بره وتسيح خالص مننا. هي كده كده هتطلع بره ولكن اتليست تبقى ماسكة نفسها شوية. هنفردها زي ما انتم شايفين كده، وهنطبق العجينه من تحت ومن فوق ومن الجناب زي المربع كده، تاخدوا الطرف وتدخلوه جوه يعني تعملوا جوه كده طبقات زي ما انتم شايفين كده، ونقفلها ونلفها، وهنخلص الكميه كلها. وبعد كده نبتدي ان احنا نفردها بايدينا على طبقه من الزيت، الزيت بيسهل معانا وما يخليهاش تتقطع، ما يخليهاش يتبهدل شكلها، ومش محتاجين نشابه ولا حاجه، بس ايدنا في الزيت ونفردها على حسب حجم الفطاير، ما تخلوهاش كبيره قوي علشان ما تتقطعش، يعني ما تضغطوش جامد وتخلوها حجمها كبير قوي. وفي طاسة على النار متوسطة مائلة للهادي مدهونة بالزيت هنحط عليها الفطير، وهتاخد بقى وقتها يعني 3-4 دقايق على كل ناحية، ونبتدي نقلب فيها. لو حاسين ان هي لسه محتاجة بنقلب تاني، يعني تدوها مثلا تشميعة كده وتقلبوها. بصوا شايفين الناحية دي اللي هي قفلنا منها العجينة باينة شوية، ولكن أهم حاجة إن مفيش فيها ثقوب أو قطع كتير علشان تحبس الحرارة جوه والبخار وتورق وتستوي من جوه، يبقى الورق بتاعها من جوه مستوي. رجعت قلبتها تاني، يعني هي أنا فضلت أقلب فيها كده لحد لما حسيت إن هي من جوه يعني استوت وورقت وبقت تمام، ونحط التانية وراها وهكذا، بنحطها ونسيبها تاخد يعني لون كده خفيف، ونقلبها على الناحية التانية، وتحسوا بعد ما تقلبوها كده انها بتبتدي تنفخ كده وتورق وتتحول الى الفطير المشلتت. لحد لما خلصت الكمية كلها، انا عاملة ضعف الكمية ولكن المقادير اللي انا مديها لكم هتعمل من 4-5 فطاير، ولكن انا عاملة حوالي 9 فطاير لان انا مضاعفة الكمية، وده شكله النهائي.
شايفين شكله جميل ازاي. وطبعا ممكن تغطوه لو انتوا عايزينه طري، لو عايزينه بقى يعني كروش كده ويبقى فيه شويه مقرمشين من بره، اللي بيحب المقرمش يبقى هتسيبوه بقى كشوف زي ما هو كده. شايفين مورق ازاي من جوه، والرقات بتاعته رفيعه وشكلها جميله ومظبوطه، احلى بكتير جدا جدا من اللي بيجي من الافران. ممكن ما يبقاش يعني 100% زي طبعا الفطير المشلتت اللي بيتخبز بقى في الفران الفلاحي والحاجات دي، ولكن بنسبه كبيره جدا هتحسوا ان انتوا فعلا اكلتوا فطير مشلتت طعمه حلو، والزبده او الطعم اللي فيه زي الطعم الاصلي. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولوا رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.